أغلقوا التلفاز، فلا يوجد ما نعلق عليه. ما يحدث هنا مخزن ولا علاقة له بكرة القدم. يمكنك أن تقول ما تريد، ولكن ليس كل غاية تبرر الوسيلة. دول كانوا جملتين مشهورين جدا، الأولى في التلفزيون النمساوي والتانية في التلفزيون الألماني، وده بسبب فضيحة خيخون، الفضيحة اللي تآمر فيها منتخب ألمانيا والنمسا مع بعض عشان يتم إقصاء الجزائر من كأس العالم 1982 من الدور الأول. ودي الفضيحة اللي تسببت بعد كده في تغيير قانون كرة القدم رسميا وللأبد. استضافت إسبانيا كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، والقرعة أوقعت بطل أوروبا في 1980 منتخب ألمانيا الغربية مع النمسا وتشيلي، والمنتخب الرابع في المجموعة كان الجزائر اللي تأهل للمونديال للمرة الأولى في التاريخ. جيل مميز بقيادة رابح ماجر والأخضر بلومي، محدش كان متوقع منهم الكتير، خاصة أن أول ماتش في البطولة هيكون ضد ألمانيا العريقة. الماتش كان سهل جدا في نظر كل المتابعين، لدرجة أن واحد من اللعيبة الألمان قال: سنسحقهم ونهدي الأهداف السبعة لزوجتنا والثامن لكلبنا. ومدرب منتخب ألمانيا جوب دروال قال: أوعدكم إذا هزمنا سوف أقفز لركوب أول قطار عائدا إلى ميونخ. وحصلت المفاجأة الكبرى وكسبت الجزائر 2-1، لكن مدرب ألمانيا مرجعش لميونخ ولا حاجة. وللأسف خسرت الجزائر قدام النمسا 2-0 في الجولة الثانية، وفي المباراة الأخيرة أمام تشيلي ورغم التقدم 3-0 إلا أن استقبال جولين بدل ما كان يأهل تأهلهم للدور التالي خلاهم ينتظروا لنتيجة ماتش ألمانيا والنمسا. في الوقت ده لعبت الجزائر ماتشها قبل ماتش ألمانيا والنمسا بيوم، وكانت بتتفوق على ألمانيا في الترتيب، واحتاج منتخب ألمانيا للفوز بثلاث أهداف أو أكتر عشان يتأهل هو والجزائر، ومنتخب النمسا كان بيكفي التعادل أو الفوز عشان يتأهل مع الجزائر. أما فوز ألمانيا 1-0 أو 2-0 يعني تأهل ألمانيا والنمسا سوا وإقصاء الجزائر. بدأت المباراة وفي الدقيقة 11 سجل هروس روبش الهدف الأول للألمان، والكل توقع مباراة نارية، خاصة أن البلدين بينهم عداوة، لدرجة أن مدربهم جورج شمات قال قبل الماتش: دائما ما يجد فريقي طريقة خاصة لدفع أنفسهم ضد ألمانيا. لكن حصل اللي ما كانش في الحسبان، وبدأ كل منتخب يباصي الكرة في نص ملعبه بلا ضغط أو هجوم من المنافس. ومع نهاية الشوط الأول جابت الكاميرات بعض من لعيبة ألمانيا بيحضن لعيبة النمسا أثناء دخولهم لغرف الملابس. وفي الشوط الثاني استمر الوضع على ما هو عليه، وبدأ الجمهور الجزائري في المدرجات يطلع فلوس ويحرقها، والجمهور الأسباني قاعد يطالب اللعيبة بأنهم يبوسوا بعض. أما الجمهور الألماني ففي واحد منهم حرق علم بلده، وبعدها هتفت كل الجماهير في الملعب باسم الجزائر. شركة أوبتا الشهيرة للإحصائيات قالت إن في الشوط الثاني ده نسبة دقة تمريرات كل منتخب في الماتش كانت 99% للنمسا و 98% لألمانيا، وكان في 3 تسديدات ما كانش في ولا واحدة منهم على المرمى. بعد المباراة قال شميت مدرب النمسا: كان عرضا مخجلا. أما دروال مدرب ألمانيا فرد على الاتهامات بالتلاعب وقال: هذه إهانة جسيمة وخطيرة، وسنرد على أي اتهامات، لقد أردنا التأهل وليس لعب كرة القدم. الأحداث ما وقفتش لحد هنا، الجمهور الألماني راح لحد فندق إقامة المنتخب وكان بيرمي البيض على اللاعبين، واللعيبة ردت برمي المية على الجمهور. أما التصريح الأكثر عدائية فكان من رئيس بعثة النمسا هانز تشاك، اللي قال: لعبت مباراة اليوم من الناحية التكتيكية، ولكن إذا أراد 10,000 من أبناء الصحراء هنا في الملعب إثارة فضيحة فسيظهر هذا امتلاكهم لعدد قليل جدا من المدارس. بعض المشايخ يخرجون من الواحة ويسمح لهم باستنشاق هواء كأس العالم بعد 300 عام، ويعتقد أنه يحق له أن يفتح فمه. أما صحيفة الكوميراثيو الإسبانية فوضعت تقرير الماتش في قسم الحوادث، والعنوان كان: اتفاق بين ألمانيا والنمسا، احتيال على 40,000 مشجع. قدم الاتحاد الجزائري احتجاج وشكوى عاجلة للفيفا اللي اجتمع لثلاث ساعات ونص، وفي النهاية جه القرار بأنه مفيش تلاعب ولا يمكن لأي هيئة خارجية تغيير النتيجة.
لكن ربما واحد من تلك الأسباب هي كون نائب رئيس الفيفا في الوقت ده هو نفسه كان رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم هيرمان نوينبرجر. وفي النهاية ودع منتخب النمسا البطولة من الدور الثاني، وألمانيا خسرت النهائي قدام إيطاليا. وقال شعبان مرزقان لاعب منتخب الجزائر بعد الإقصاء: هل شعرنا بالغضب بعد التلاعب؟ لا، لقد بقينا هادئين. رؤية منتخبين كبار في كرة القدم يتلاعبان من أجل إقصائنا كان تكريما للجزائر، لقد خرجنا مرفوع الرأس. وبعدها قرر فيفا تغيير القانون للأبد بأنه يخلي ماتشاته في الجولة الثالثة من البطولات تتلعب في وقت واحد، وهو الأمر المستمر لحد النهاردة. وقال الأخضر باللومي نجم الجزائر وقتها: أداؤنا أجبر الفيفا على تغيير القوانين، هذا كان يعني أن الجزائر تركت علامة بارزة لن تمحى في تاريخ كرة القدم. ورغم كل ده رفض لعيبة ألمانيا والنمسا اتهامات التلاعب، وفي سنة 2007 نسب للألماني هانز بيتر بريجل اللي لعب الماتش تصريحات اعترف بيها بالتلاعب، وقال: نعم اعتذر للجزائر عما حدث، لكنه رجع ونفى صحة التصريحات دي.